وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول. دكتور ياسر، يعني مصر لديها خبرات كبيرة في مجال الصناعة البترولية وكذلك صناعات البتروكيماويات، لكن برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق الاستفادة لبقية دول القارة الأفريقية؟ طبعا مصر إنها بتستضيف مؤتمر من أكبر المؤتمرات البترولية، بتجمع فيه دول العالم، مش بس الدول العربية ولكن الدول الأجنبية. أكيد بنشوف مع بعض إزاي التحديات اللي موجودة في قطاع البترول، وإزاي بقى إن مصر بتستهدف في استراتيجية للهيدروجين الأخضر، إزاي الاستفادة من تعظيم القيمة المضافة من صناعة البتروكيماويات، وكل ده شايفينه في خطط موجودة على أرض الواقع من خلال وزارة البترول. فإحنا بنحيي وزارة البترول النهاردة، وبنحيي فخامة الرئيس السيسي باهتمامه بحضور هذا المؤتمر وتشريفه لهذا الحدث الكبير. يعني هذا المؤتمر بيجعل مصر نافذة للطاقة كما ذكر وزير البترول، إلى أي مدى ترى تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ طبعا احنا مصر دلوقتي كلنا بنبص ان هي هتنظم مؤتمر كبير اللي هو كوب 7، اللي هو في ان شاء الله هيبقى كوب 27 اللي هو في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. فزي ما قال معالي وزير البترول ان احنا بقى بيعملوا رؤيه افريقيه عشان يبقى صوت الدول الافريقيه والدول العربيه بيوصل، وازاي زي فخامه رئيس السيسي قال لنا يا جماعه لازم تشوف يدي مهله علشان عمليه التحول الى الطاقه النظيفه. احنا مطالبين ان احنا نروح للطاقه النظيفه، بس محتاجين فتره انتقاليه اطول عشان نقدر نعمل عمليه التحول التدريجي، بلاش التحول السريع من استخدام البترول والغاز الى استخدام الطاقه النظيفه، وده اللي احنا بنحاول ندرسه مع بعض بقى العلماء مع قطاع الصناعه، ازاي هذا التحدي يبقى مصر تواجهه بكل بتتسلح بالعلم والبحث العلمي. نعم، يعني كان هناك جلسات حوارية متعددة خلال هذا المؤتمر، أهمية هذه الجلسات والحضور الدولي بها؟ طبعا مهم جدا الحوار، لأن الحوار هو ده اللي بيؤدي إلى حل التحديات اللي موجودة. أنا شايف إن هو معظم الدول الأجنبية ممثلة في هذا، ويمكن شفنا في الجزء الأولاني خالص إزاي كان أفريقيا، ازاي الطاقه في افريقيا. مهم جدا ان احنا نعرف التحديات اللي موجوده، واحنا يمكن انا لسه قبل ما اجي احنا برضه معهد بحوث البترول لتاني مره بيشترك في معرض في مؤتمر ايجيبس، فكنا بنشوف ازاي برضه نتعاون مع الدول الشقيقه، وكان في احد الباحثين من العراق من دوله العراق الشقيقه، ازاي بقى نتعاون. فرصه نافذه لينا ان احنا نتعاون مع الاشقاء العرب، فالندوات هنا بتعرف بعضنا ببعض، امكانيات مصر ازاي نستخدمها وازاي تستفيد منها الدول العربيه الشقيقه، هو ده الهدف الرئيسي من المؤتمرات، التعرف على التحديات والعمل على حلها من خلال البحث العلمي. نعم، دكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.